تتصاعد المأساة الإنسانية في مخيم اليرموك جنوب العاصمة مع اشتداد الحصار وسياسة التجويع التي يفرضها النظام على الأهالي. تجول هذه السيارة في حارات المخيم وعبر مكبرات الصوت تدعو الأهالي للانتفاض بوجه الحصار، وفي اليوم التالي تخرج المظاهرات المطالبة بفتح الممرات الإنسانية. يتقدم أطفال كشافة اليرموك الصفوف مرددين شعاراتهم، وبعدها تنطلق مسيرة ضخمة للأهالي تجوب شوارع المخيم، يصرخون ويرفعون أصواتهم، وكذلك لافتات كتب عليها شيء من معاناتهم، فهم حسب وصفهم لا يريدون لقمة مغموسة بالذل عبر المساعدات المقدمة من هنا وهناك، بل يطالبون بفتح كامل المعابر الإنسانية وعودة الأهالي إلى المخيم. شعارات ونداءات كثيرة أطلقها المتظاهرون، وفي غمرة مأساتهم لم ينسوا نصرة الرسول الكريم، كما أنهم لم ينسوا قضيتهم الأم فلسطين والأقصى ووحدة معاناتهم مع إخوانهم السوريين في وجه الظلم. أنا الحرة السورية أصرح ونادي فسعدكم يا أهل بلادي، رصوا الصفوف وشدوا الأيادي بالإيمان والعلم والمحبة نتفضل الأعادي. ليست مسيرة للجائعين كما يقول القيمون عليها، بل للمطالبة بشيء من حقهم في الحياة. وتظهر في الجهة الأخرى من المشهد عائلات أنهكها الجوع بصمت، دون أن يشعر العالم بما تخبئه جدران المنازل في مأساة إنسانية قل نظيرها في تاريخ البشرية. الهيئة السورية للإعلام.